نتجه على طول مباشره في هذا الصباح لحياه كريمه. حققت مبادره حياه كريمه الاطلاقه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالب الاهالي بقريه بني حميل بمركز البالينه جنوب محافظه سوهاج، وحولت المبادره الرئاسيه القريه من قريه عاديه الى قريه نموذجيه، وده كان من خلال مشروعات خدميه في كل القطاعات. القريه انتهت فيها جميع اعمال المباني الخدميه زي مثلا مجمع الخدمات الحكوميه، مجمع الخدمات الزراعيه، ومركز طب الأسرة، وكمان الانتهاء من أعمال المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات ورصف للطرق. وعن أهمية المبادرة ودورها في تحسين جودة الحياة بينضم لينا عبر الهاتف الأستاذة شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن. أستاذة شيماء صباح الخير وأهلا بحضرتك في هذا الصباح. صباح الفل عليك. ازاي بترصدي التحول اللي بتحققه حياه كريمه والارتقاء بجوده حياه المواطن؟ احنا هنا بنتكلم عن صفه قريه نموذجيه، دي القريه الثانيه بعد ام دومه، فازاي بتشوفي هذا التحول الكبير اللي بتحققه مبادره حياه كريمه بدخولها القرى المصريه؟ زي ما اتفقنا من قبل ان المبادره بتنشئ جوده الحياه، يعني احنا متجاوزين فكره الحياه الى مساحه جوده الحياه. وسنوات كتير عاشها كيري في مسألة التطوير اللي بيكون في بعنوان المحافظة. جت مبادرة حياة كريمة، لا، التطوير هيشمل القرى، أصغر القرى فأصغر مراكز وأكبر مراكز، يعني قرية بني حنين في البليانة في سوهاج لا يعلم عن هذه القرية إلا سكانها، لأن سكانها هم اللي شعارين بالفرق، شعارين بقيمة مشروع الصرف الصحي اللي تم افتتاحه أو اللي بيفتتح خلال الساعات القادمة، وهيفرق قد إيه تغيير شكل الحياة بالنسبة لهم. المستشفى بعد ما كان بيسافر مسافات طويلة أو بيضطر إنه يروح مستشفى المركز، بقى دلوقتي في مستشفى في القرية بكل التخصصات اللي بيحتاجها. المدرسة، والمدرسة هنا إحنا كنا بنقعد نكتب حكايات عن المنتقلين ما بين القرى والمراكز علشان يحصلوا على التعليم، ومن ثم ده إنجاز يضاف إليهم، لا، المدرسة الآن أصبحت تخدم أهالي القرية. التحول دوت إحنا نقدر نتحدث عنه كويس جدا، لكن المواطن اللي حياته تغيرت واللي عاش الفرق ما بين إنه المية بتجيله ملوثة أو إنه ما فيش مية أو ما فيش كهرباء، وبين إنه قريته بقت على الخريطة، بقت تتقال كده في السجون ويحكى عنها وعن التطور اللي حصل فيها. فتخيل هذا المواطن فين دلوقتي؟ أو شاعر بإيه؟ احنا بنستدعي من مرحله اللا معلوم او المجهول او الغايب لمرحله انت تقدر وتقدر تساعد في هذه المرحله، انت حاضر وحاضر بافضل شكل ممكن بحقوقك، ولما تحصل على هذه الحقوق هتؤدي افضل الواجبات، وده اللي بيتم وتم يعني على مدار الثلاث سنوات السابقه في اغلب القرى اللي خلتها يد حياه كريمه، ولسه في المخطط المزيد. فده ضمن الاخبار المبهجه. تفعيل فكره تفعيل الوعود، الشعارات والكلام اللي كنا بنسمعه زمان خلاص ما بقاش موجود النهارده. عايز تسمع كلام حلو، حلو جدا هتسمعه، ولكن انت هتشوفه على ارض الواقع بشكل فعلي وملموس. الوتيره السريعه يا استاذه شيماء اللي بنشهدها في حياه كريمه من تطورات ونشاطات مكثفه، بترصديها ازاي هذه الوتيره؟ يعني زي ما حضرتك وضحت، السرعة في الأمر ناتجة عن شدة الاحتياج. احنا كنا في أوضاع صعبة جدا، كل شيء بيتعمل في مصر الآن لو مشينا بالورقة والقلم، لا، المشروع دوت عايز يتعمل ياخد وقته، لا، احنا محتاجين نجري علشان المواطن يعوض، وعلشان القيادة السياسية لديها شعور قوي بأن الإنسان المصري محتاجين نشتغل عليه، ومحتاجين يبقى فيه مشروع أكبر لبنائه وتنميته. فما يتم أو المفترض ما يتم على مدار سنوات، لا، يختصر المدة الزمنية بتاعته، يتم بأسرع وقت علشان المواطن يشعر بيه، ومن ثم ينضم لعجلة الإنتاج أو يبدأ يتحول من مجرد واحد قاعد على القهوة، إحنا ما بناخدش حقوق وخدمات، إحنا ما عندناش، لا، المواطن شايف
بالتأكيد. هو مش هو بيتحدث عن ما رآه وما شعر به بالتأكيد. عن التطور والتحسن اللي حصل في حياته، ومش بيتكلم ما بين حياة كريمة ل 100 يوم صحة و 100 مليون صحة، مبادرات كتيرة جدا كلها الهدف الرئيسي هو المواطن وبناء الشخصية المصرية. أستاذة شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، بشكر وجودك معانا وصباح الخير على حضرتك.